або з 1-7 9. Користувайся місто легко та з комфортом. Опті. Штори вже на голоші. المشروبات الكحولية لا تباع خلال الأحكام العرفية. ليندا اشتريت لك علفا شهية طيبة لك عزيزتي. اشتريت العجين في المحل وفول سوداني ومعجون الأسنان والعلف للكلاب وتوستان وزورة معلبة. لا يوجد أي شيء في المحل. عبد وطابع الأخبار أصدقائي، ها هو مركز القرية الآن. بصراحة لا يمكننا تصوير فيديوهات كثيرة في الخارج، لا يمكننا تصوير الجنود لأسباب أمنية. هناك طابور طويل جدا لشراء الخبز، قد اشتريته. انظروا، كذلك اشتريت السجق. أمي اشتريت، وقفت في طابور طويل جدا. أمي حضرت الفطور. اشتريت سوجوك أخير، كذلك اشتريت هذا، لا أعرف، سوجوك وهذا الخبز. أصدقائي اشتريت العجين، آخر عجين في المحل، واشتريت السوجق، والآن أحضر فطائر بالسوجق بهذه الطريقة. انظروا، بعد ذلك نفعل هكذا، هكذا وهكذا. بعد ذلك سنخبز في الفرن. أصدقائي حضرت بسرعة هذا، بعد ذلك سنمسح بالبيض. الآن أمي أنا ممدفعل هكذا نمسح وسنخبز في الفرن. رجال قريتنا يبنون جدرانا عند مدخل إلى القرية للدفاع عن قريتنا. يعني يبنون مطاريس. سكان كل قرية وكل مدينة يبنون مطاريس عند مدخل للقرية أو للمدينة. جميل. طق. كذلك أمي تسلق المعكرونة. كبيرة ما شاء الله. سأكل شوربة والفطر. أمس نرى. ما شاء الله. أظن أن الفطائر جاهزة. متجهزة. رائعة جدا. واو جميل جميل. أصدقائي الآن أذهب إلى الملعب لكي أجري قليلا ولكي أتفرغ
من التوتر الداخلي. ها هو الملعب. أصدقائي الأعزاء، والله لا أعرف ما إذا واصلت تصوير الفيديوهات. للأسف الشديد لا يوجد مزاج لائق، لذلك أحاول أن أصور لكم أفضل مقاطع. شكرا جزيلا لكل من يدعمنا في هذه الحرب. هناك أشياء كثيرة لا أريد أن أقولها، يعني أشياء مكروهة جدا، نبكي كثيرا، ولكن الشعب الأوكراني قوي، والجيش الأوكراني قوي وشجاع. سنصمد، قد أغلالنا، قد كسرنا أغلال العبودية في القرون الماضية، سننتصر في هذه الحالة أيضا. الله معنا، وصلواتكم معنا أيضا إن شاء الله. أصدقائنا الأعزاء، والله لا أستطيع أن أجمع الكلمات في جمل مفيدة، فقد أردت أن أضيف إن أوكرانيا دائما كانت لقمة صائغة للدول المجاورة، وخاصة لروسيا، ولكن أوكرانيا هي دولة مستقلة ذات سيادتها. عندنا شعب أوكراني، عند الشعب الأوكراني لغة أوكرانية، عندنا دولة مستقلة. أوكرانيا بيتنا، سندافع عنه، لن نتركه أبدا. الآن اشتريت سمك صغير، وكذلك هذا السمك الممال.